بسم الله الرحمن الرحيم. إذا متابعي قناة بازيدان على اليوتيوب، معي هنا الكابتن ناجي عثمان. كابتن ناجي، انتصار كبير، انتصار مستحق لفريق الأصدقاء، تعليقك على انتصار اليوم؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء نشكر قناة خالد بازيدان على المجهود الرائع اللي قدمته لنا في نهاية البطولة، وبشكر كل الإخوة الغائمين على هذا البرنامج. وبالنسبة للمباراة، يعني احنا جهزنا فريقنا من أول، والحمد لله شفت المباراة انتهت لصالحنا والشباب ما قصروا. انتهجنا خطة 3-6-1، قفلنا وسط الملعب والحمد لله نلنا ما أردناه. يعني كابتن، يعني من وجهة نظرك الفنية، أسباب الانتصار اليوم؟ والله روح الشباب اليوم. احنا لو تلاحظ انه الفريق اسمه الاصدقاء، الاصدقاء يعني روح واحدة، فهذا الدافع اللي كان سبب النجاح وسبب الفوز. يعني كابتن، اخيرا رسالة شكر الى من تحب ان توجهها؟ والله اشكر كل الغائمين على هذا البرنامج، الاخوة في الجالية السودانية كلهم، الاخ موسى، وبشكر الاخ جعفر مدني، ما قصر والله في كل، يعني حتى التكريم بالنسبة للنهاية اللي صار، يعني لمسة جعفر مدني واضحة حتى في حضور قناة خالد بازيدان. يعني كابتن، إذن أخيرا وآخر الأسئلة، متى سنرى بطولة الجاليات النسخة الثانية؟ إن شاء الله بطولة الجالية السودانية. بطولة الجالية السودانية هي بطولة بالنسبة لنا، بطولة الاستغلال، هذا العيد 58 بالنسبة للسودان، وإن شاء الله كل سنة هذه البطولة الأولى حتستمر مع كل بداية سنة. وعد الاستغلال في تاريخ 1/1 من السنة الجديدة، إن شاء الله في 1/1/2015 لو ربنا مد في الآجال، إن شاء الله حتكون البطولة.